Okay, let's go. السلام عليكم ليكيب، جاسبر تكونوا بيا. اليوم معنا هاتف جديد من شركة اونور اعلنت عنه، وهو اونور ماجيك في فليب. هاتف قابل للطي ولكن يعتبر من ارخص الهواتف من ناحية التصميم في فئته السعرية. فركز معنا لتعرف كل التفاصيل عنها. اول حاجة نبدو بها وهي هيكل طول الهاتف هذا، وهو مفتوح 167 مليمتر بعرض 75 مليمتر وبسمك 7.2 مليمتر. اما شكل الهاتف وهو مقفول على بعضها، طوله 86 مليمتر وبعرض 75 مليمتر وبسمك 15 ملم، والوزن ثابت وهو 193 غرام. الفريم تاعه جي مصنوعة من الألمنيوم ويدعم تركيب شريحتي اتصال مع دعم شبكة 5G. بالنسبة للصوت الهاتف الخارجي فجاء ستيريو واستغنى عن منفذ 3.5 ملم للسماعات، والبصمة تاعه جي مدمجة بزر الطاقة. أما بالنسبة لمواصفات الشاشة فالهاتف ينقسم إلى شاشتين كبيرة وصغيرة. بالنسبة للشاشة الكبيرة والتي جاءت من نوع LTPO AMOLED بمساحة 6.8 إنش مع نسبة استحواذ تصل ل 85% وبدقة 1080 ضرب 2520 بكسل وبأبعاد 21:9 مع كثافة بكسلات 403 بكسل لكل إنش، مع قوة إضاءة تصل ل 3000 نت ومعدل تحديث عالي 120 هرتز، وتدعم أيضا المليار لون وتقنية الـ HDR وتقنية الدولبي فيجن. أما بالنسبة لمواصفات الشاشة الصغيرة فجاءت أيضا من نوع LTPO AMOLED بمساحة 4 انش بدقة 1200 ضرب 1092 بكسل وبكثافة 405 بكسل لكل انش، مع معدل تحديث عالي 120 هرتز ايضا، مع قوة اضاءة تصل ل 1600 نت وتدعم تقنية الـ HDR والدولبي فيجن ايضا. من ناحية الذاكرة والرام فالهاتف جاء باربع نسخ، نسخة 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت في تخزين، ونسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا بايت في الرام، ونسخة 1 تيرا بايت مع 16 جيجا بايت في الرام. ولا يدعم تركيب ميموري كارد خارجية، فلك حرية اختيار النسخة المناسبة لك ولاحتياجاتك. اما بالنسبة لنظام التشغيل والاداء فالهاتف يجي بنظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة ماجيك او اس 8 ومعالج سناب دراجون 8 بلس جين 1 بمعيارية 4 نانومتر والتردد يصل ل 3 جيجا هرتز، مع كارد شاشة ادرينو 730. وبالطبع هذا معالج قوي في فئته السعرية مع تصميمه القابل للطي والفتح، فالصراحة المعالج قوي في الفئة هذه يقعد معك لوقت أطول. ننتقل الآن للكاميرا. الهاتف جاء بكاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.9 تدعم تثبيت البصري الـ OIS، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2، وهذه كاميرا ألترا وايد تصور بزاوية 120 درجة، ويجي معها فلاش LED وتدعم تقنية البانوراما والـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.0، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم. طبعا أداء الكاميرات هنا كاميرات عادية، ما فيهاش بعض التقنيات التي تميزها عن أي كاميرا تانية. أما بالنسبة لباقي التقنيات فالهاتف هذا فيه واي فاي من إصدار 6 وبلوتوث بإصدار 5.3، ويجي معاه جي بي اس وتقنية الـ NFC، لكن ما فيش الـ IR والراديو. بالنسبة للبطارية فجاءت بسعة 4800 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط مع شاحن من نوع تايب سي 2، يعني تشحن البطارية من 0 ل 45% في حوالي 15 دقيقة فقط، والشحن العكسي بقدرة 5 واط، ويدعم أيضا خاصية الاوتي جي. سعر الهاتف هذا تم الإعلان عنه بسعر 685 دولار، يعني حوالي 157 ألف دينار جزائري، 32500 جنيه مصري، و 2570 ريال سعودي، و 895 ألف دينار عراقي. هذا كل ما يخص هاتف اونور ماجيك في فليب الجديد، وحكيت تقريبا عن كل حاجة تخص الهاتف. لا تنسوا أن تتركوا لنا رأيكم تحت في قسم التعليقات، مهم جدا سواء كان إيجابي أو سلبي. في النهاية ما تنسوش خلونا لايك واشتراك في قناة لدعمنا ومشاركة المقطع مع أصحابكم. شكرا والسلام عليكم. Okay, let's go.